بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد إبراهيم علوش. أهلا وسهلا فيك سيد حياك إبراهيم. حياك أستاذ، شرف لي فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في مقرنا وموقعنا. الله يخليك، الله يخليك. سيدي نبي نعرف بالبداية كيف كانت بداية حياتك المهنية في دولة الإمارات؟ نعم، احنا نقدر نتكلم على بداية العمل التجاري. طبعا احنا نشأتنا في دولة الكويت. يعني كانت بداياتكم من دولة الكويت؟ نعم، منذ حتى الطفولة، النشأة حتى من الطفولة، ودخلت في مجال التجارة في عام 95 1995. مدة كبيرة يعني. طبعا وتعددت يعني في عدة نشاطات، ومنها النشاط الأخير هذا اللي هو نشاط التشافي قدام عينك، اللي ما شاء الله يضم كل المجالات. هو يضم الحين الأثاث والمفرشات والرحلات والزل والأواني المنزلية وكل حاجة. طيب، وصولا إلى البزنس في دولة الكويت، بعد كيف لجأت إلى دولة الإمارات؟ نعم، فكان عندي نوع من تصنيع العزل والشنط الخاصة في يسموها الزمزميات والدال الشاي والقهوة. كان عندي مصنع صغير في الكويت، وبس أوزع لدول الخليج ومنها دولة الإمارات. نعم، وانطلقت يعني معظم أرجاء الدولة، سويت علاقات يعني طبعا. أيوة، وكان يوم من الأيام عندي صديق عاني إلى منطقة الظفرة، فبعد ما خلصنا يعني قام معنا بالواجب الرجال وكذا، قال تعال وديك على مهرجان اسمه مهرجان الظفرة. فصراحة أنا كان قائم هذا المهرجان. معروف أصلاً. طبعاً. وأنا دخلت على هذا، كان عام تقريباً 2009 2010. دخلت عليه هذا المكان، صراحة أنا أعجبت فيه إعجاب كبير. من هنا بس انطلقت حياتك حياتي في هذا، نعم، في هذا التجارة وفي هذا. الحمد لله، عشان خلال يعني موسم الثاني كنا رقم واحد. الحمد لله. بعدين قررت أنك تفتح شركة هنا. نعم. طيب خلينا نتكلم شوي على شركة أبو ناجي الكويت الخيام والرحلات. شو الخدمات اللي تقدموها للناس؟ احنا مجالاتنا في مجال الرحلات، خاصة يعني الشغلات الرئيسية اللي هي شغلات التخييم، يعني الخيام بأحجامها وأشكالها، بيوت الشعر. فالحمد لله يعني غطينا في هذا المجال. وأنا أي آيتم أدخل فيه لازم أعطيه المجال كامل، يعني ما أدخل والله في نوع، أدخل فيه والله في 5% وكذا، أعطيه يعني مرحلة فوق 70%. يعني جزء مشان ينجح المشروع. نعم، ينجح المشروع. الحمد لله كان فيه يعني. طيب شو انواع الخدمات مثلا؟ شو السجاد اللي تستخدمونه؟ والله السجاد هو كان الرئيسي التركي. في هذا الموسم اللي هو الموسم 2019 2020 دخل السجاد السوري اللي هو بالوانه الجديده هذه ملونه، وكان الحمد لله كان ناجح جدا في هذا الموسم. والحمد لله في بعض السجاد الاخرى اللي هي عليها طلب. شو هي مثلا؟ اللي هي تابعة. نعم، هي جلسات. نعم، هي كانت تابعة أطقم للزوالي والسجاد يعني. طيب قبل اللقاء شفت شوية أنواع السجاد، خبرني عن كيف يتم اختيار السجاد هذا والجلسات اللي تختارونها. والله احنا عندنا أشخاص يعني شركاء في العمل. منهم هم اللي يساعدوكم مثلا؟ نعم نعم تصفيق. طبعا هم منهم في الكويت ومنهم في السعودية. نحاول احنا نصمم شيء خاص فينا، والسنة القادمة ان شاء الله راح يكون عن شيء مميز كليا يعني. فين الحمد لله رجعت الحين الاسواق الى سوريا ومصانع سوريا، راح يكون في ان شاء الله في تميز يعني، مرحلة انتقال يعني ان شاء الله 180 درجة ان شاء الله. ان شاء الله لكم توفيق سيد ابراهيم. وياك. سيد ابراهيم، خبرني على الموقع الرئيسي للشركه، واذا عندكم مواقع التواصل الاجتماعي مشان يتواصلوا من خلال المشاهدين. نعم، الموقع الرئيسي حاليا احنا نظام تخييم. فالحمد لله السنه هذه كان عندنا موقع
استراتيجي وحري جدا اللي هو المقر الرئيسي في خيمه بنياس في ابو ظبي. هذا حاليا مقيم حاليا اللي احنا حاليا مقيم في المستقبل ان شاء الله راح يكون في راس الخيمه محل كبير وراح يكون ايضا كل النشاطات يعني الرحلات حتى الرحلات الشخصيه والنظام التخييم اللي احنا ماشيين فيه حاليا يضم الاوائل المنزليه وكل شيء ان شاء الله باذن الله. يعني ما شاء الله شايفك انك مركز بس على هذا المجال، يعني ما بدك توسع في المجال الثاني؟ والله مجال الثانية يعني هذا مجالنا مجالنا ان شاء الله مجال واسع ماشي واسع يضم كل النشاطات لو تعديها انت تلاقي 10 مشاريع في مشروع واحد. نعم وطبعا احنا عندنا مشارك في كل المهرجانات البستير، احنا مشاركين حاليا في مكان كبير في مهرجان الشيخ زايد في الوثبه، مهرجان الوثبه الرئيسي، وحاليا احنا موجودين في شارع المليون في الظفره، موجودين حاليا لنا طبعا خيمه في مهرجان اسوان. اما مواقع التواصل الاجتماعي ابو ناجي الكويتي، نعم ابو ناجي الكويتي، نعم بالانستغرام ابو ناجي وعلى السناب ابو ناجي. اوكي خبرني شوي عن موظفينك، كيف يتم اختيار موظفينك؟ والله موظفينا يعني في بعض الاشخاص نجيبهم على خبره، في بعض الاشخاص احنا ندربهم طبعا يجي بدون خبره ندربه يعني على حسب هوايه الشخص. طبعا 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 في اشخاص يتموا معنا في اشخاص يعني نحاول نبدلهم، خاصة في مجال التركيب لازم يكون في عندنا حد يكون خبرة. طبعا احنا في بعض الخيام يعني تكون راكبة على هيكل حديد ويعني فيها مسؤولية، وعندنا الخيام اللي هي الصباحية الكويتية يعني خيمة غالية لازم راح يركبها يكون يعني هو عنده خلفية فيها. طبعا طيب سيد إبراهيم، بما أنه احنا في دولة الإمارات خلينا نتكلم شوي على نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. هذا الكلام الإمارات يعني مهما تكلمت مش راح أقدر أوصل، بما أني أنا الحمد لله تنقلت كثير دول في دول الخليج وشفت يعني ما شاء الله يعني ما حصلت دولة مثل دولة الإمارات الحمد لله. صح معروفة دولة الإمارات. نعم 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 يعني عشان هيك الحمد لله حاليا أنا يعني بعد تقريبا 10 سنين استمت فيها متنقل في دولة الإمارات بين الكويت والسعودية والإمارات، حاليا استقريت صار لي سنة، فتح شركة أبو ناجي الكويتي، والحين بثبت استثماري وشغلي في دولة الإمارات بإذن الله. فصراحة ما شاء الله احنا جربنا، احنا كان شغلنا كله في سباق الهجن، مناطق مفتوحة واحنا نحط أغراضنا في الخلا يعني. الحمد لله ما تعرضنا اليوم من الأيام لنوع من السرقة ومن نوع من المشاكل الحمد لله. طبعاً هذا يعني بيرجع أكيد لو تهدر الشيوخ صراحة. نعم نعم يعني صراحة الإدارة الله يطول عمر الشيوخ يعني صراحة يعني ما نقدر يعني نوصف يعني نعم. الله يديم علينا نعمة نعم. الأمن والأمان نعم. ويحفظ كل شيوخ الإمارات ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. في الختام سيد إبراهيم فيك قدم رسالة شكر الإنسان عز عليك وإنسان كان دعم لك فترة حياتك المهنية. والله عندي أخوي الكبير طبعا هو اللي نشأنا تحديد وإحنا في الكويت، هو ولدنا الثاني اللي اسمه الحج شريف، يعني صراحة أنا بقدم لهم عبر قناتكم الشكر يعني وقفتوا معنا من نشأنا وإحنا صغار دخلنا في مجال التجارة. إن شاء الله توصل رسالة شكر لكل إنسان كان داعم لك سيد إبراهيم، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق على وياكم. شكرا. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، للقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة دمتم في أمان الله.